بدري الله جل وعلا حق في القرآن في سورة نوح عليه السلام قال جل وعلا وقالوا نحن نقرأ القرآن طيب ما معناش قوله عز وجل وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد كبير يعني ابن عباس قال ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا قال كانوا خمسه رجال صالحين ابن عباس ما كلام نحن ما كلام بدعوة السلطان ولا كلام بدعوة وهابية ابن عباس وإن كان هم صالحين زي ما الناس عبدوا عيسى وهو نبي عيسى ذنبه شنو؟ الله جل وعلا يوم القيامة يسأل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فربنا حيسأل ونسألنا الذين أرسل إليهم ونسألنا المرسلين كلهم حيسأل صغير وكبير الأنبياء حيسأل أنت قلت للناس اعبدوني من دون الله؟ ودا وسراعا ويغوث ويعوق ونصرا لأن الخمسة رجال صالحين قلت ربنا حيغيرهم حيسأل أنت قلت للناس عبدونا لا نحن ما قلنا لهم نحن ذات لمن اشرفوا نحن ذات من حاضرين هل من اشرف بني اسرائيل عيسى حاضر عيسى والرب الدين وما شرف طيب وين الوسيوح ويقوس ويعوق ونصر دير لما ماتوا الشرك ماذا بعدهم الشيطان جاء قال لهم يا اخوان الوسيوح ويقوس ويعوق ونصر دير ما كانوا رجال صالحين قال لهم انتم مظلومين يا اخي انتم ما تحبوا الصالحين ولا نحن نحب الصالحين طيب قال لهم انتم لو فعلا بتحبوا الصالحين مفروض تعملوا انصاف نكر ابن عباس يقول انصاف بمعنى يعني تنحتون هذه الاحجار او تنحتون هذه الاخشاب او هذه الاشجار في اشكالهم قال له ليه اما هو جاء في شكل دكتور ناصر اني لكم ناس امين ما جاء كلم على الشيطان لو كلم على الشيطان كان طوالي استعاذ منه لما جاء لادم في الجنه قال له شنو هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يملك؟ قال له يا خالد والله إذا أديك نصيحة في شجرة هناك أكلت منها أنت حتعيش أبدا أبدا حتبقى زي ربنا كده عشان ربنا خايف أنك تبقى زيه عشان كده قال لك ما تأكل من شجرة أنا قال له نصيحة لوجه الله أنت تأكل من شجرة أنت تعيش والنتيجة صاحبنا أكل من شجرة ولحد هسه إحنا قاعدين نتجر في الأرض أصلا ها؟ مش كده يا أخوانا؟ دي شو من معصية وتحدي يا أخوانا عشان كده ربنا قال شنو يا اخوانا؟ واتقوا فينا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الناس هي كانت خاصه بادم لكن اصابتنا نحن لانه ايه؟ لانه كنا في ظهر ادم نزلنا من الجنه. الشيطان بين ادم ونوح يا اخوانا كان في 1000 سنه، الناس ما عبدت غير الله، 1000 سنه كلها موحده. الشيطان طبعا يا اخوانا الناس زي يعني حدثها عهد بالنبوه وادم قريب وكذا فما يقدر يجازيهم. 1000 سنة يتفرج فيه بس الشيطان يا اخواني راهن على الزمن ما مستعجل لانه عايش وانظرني الى يوم يبعثون ربنا قال فانك من المنذرين ما عايش ما عنده مشكله يفوت الجيل البعض والجيل البعض والجيل البعض يقوم يلبس النرد هنا زي الداسه لما يكون في وحوش جاري مش لا تستطيع غزال انت لو نرد لو غزال جاري شديد انت لو فكيت طلقه قدام الغزال ده ثاني يسوس سلطانك بيرجع كله ما بتدري فيه لكن انت خليه يمشي قدام كله ماشي لو تضرب في النص انا ما حد اجل عشان كده الشيطان برضه يراهن على الزمن يا اخواننا ما بيلبس الشيطان يا اخواننا عالم في اصول الفقه وعالم في اصول التفسير وعالم في اي حاجه الشيطان ده جاهل جاهل الشيطان ما جاهل يا اخواننا الشيطان عالم علم الشريعه من الاولين والاخرين كل حبل في راسه وعارف يخش كيف الحاح بطل الياس عشان كده ودى المسمع ويقوص ويعوق ونصرى كان رجال صالحين يتفضل في مساي شغالين رؤوس ونصايح ما يشتغل بهم لما الجماعة دي ماتوا جل يقوم قال لهم هل لا جعلتم لهؤلاء الانصار قال لهم ليش قال حتى تتذكرون بها بس تذكرون ليش نتذكرون قال لهم لو تشوفوا ودى تقول والله كان صبر
ما تصلوا. وهذا شوفوا سواء كتاب او شوفوا الشكل بتاعه الصوت بتاعه تقوموا الليل. وتشوفوا ما تقوموا من تصوير النهار. عشان كده بس نصيحه لوجه الله تعالى. قال والله جزاك الله خير كلامك صح. قام عمر الاسلام في شكل يا اخواننا وقت الاسبوع ويقول صلى الله عليه وسلم. قام من عمره خلاه مشي. ما يشتغل بهم يا جماعه شغالين. يا سلام ده ما ودى يا سلام ده ما سمع يا سلام ده ما كان يعمل كده. الجيل الاول انتهى كان بيقول يا سلام ده فلان ده فلان انتهى. جاي الجيل اللي بعده ما ادري شو قدام الناس يقول يا سمع ادعو ربنا يديني كده. الشيطان ما جاء قال له يا اخي دين اباك كان يعبدون ان اباهم كان يعبدون هؤلاء فاعبدوهم. قاموا عبدوهم لما ربنا رسل لهم نوح إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. أبو يرجع من الكفر دعام 950 سنة. شو الشيطان عمل فيه؟ الحاجة زرعها الشيطان. الحاجة زرعها الشيطان في نفوسهم حتى إنه ما يتراجعوا عن الشرك اللي شفته. الشرك باطل لكن في باطل عنده هدف كله. ربنا يا إخواننا أهلكم بالماء بالماء. ربنا سلم الطوفان فماتوا جميعا إلا 83 نفر. بس 950 سنة يا أخواننا ما آمن بنوح إلا قليل كما قال ربنا عز وجل. ما آمن إلا 83 نفر. عشان كده ربنا خاطبنا في القرآن قال لنا شوف إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية كنا وين نحن؟ نحن كنا وين نحن؟ إيش ربنا قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية الجارية السفينة. حملناكم لأنه كنا في ظهر نوح عليه السلام. حتى 83 نجم معناها يا اخواننا ربنا ما احيا لهم نسلا. يعني ما انجبوا ما ولدوا ربنا ما يعني ما احيا لهم نسلا. فماتوا كغيره. اما نوح عليه السلام كان كنا في ظهر شكل ربنا قال وجعلنا ذريته يعني هم الباقين. الان موجودين كلهم في الدنيا هم ابناء نوح عليه السلام. عشان كده ربنا قال انا لما طغى الماء تجاوزه حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعي. عشان تفهم ربنا اهلكم ليشيلونها الجنه لانهم عبدوا غير الله جل وعلا. بعد كل يا اخواننا ذريه نوح قامت على امداد هذه الحضاره حضاره اخرى في اليمن حضاره عاد برضو عبدوا غير الله عز وجل. المفروض يستعينوا لانه قالوا نوح كانوا قريب منهم عاد في اليمن عبدوا غير الله عز وجل. والله جل وعلا ارسلتهم النبي هود عليه السلام فلم يؤمنوا به فابتلاهم الله جل وعلا بالقحط والجد وانفق في السماء على المطر ما في امطار مجاعه. ليه؟ عشان يرجعوا ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. عشان ما يرجعوا ما رجعوا ما رجعوا. ربنا لو قال لهم يا اخواننا جاب لهم سحابه هم كانوا عطشانين ما في مويه ما في امطار ما في زرع ما في زرع لانه باي ما تاخذ باي ما يقول لك يا اخوان ما في زرع بتموت. دخل في مجاعه بعد ما بيرجعوا مع انهم كانوا اقوياء اشداء كان يقولون من اشد منا قوه وحد ربنا من نزل اشد منا قوه ياكل اي حد. ربنا امتلاهم بالجد والقحط الحسن شوف ما امن ما رجع. فالله الله جل وعلا امره ان يخرج من القريه اطلع فجاءتهم سحابه كانها ترس. قالوا هذا عارض ممطر. قالوا لا المطر لا في جاتنا خلاص الحمد لله قال فرجت جاتنا فرجت خلاص الحمد لله. طبعا ما يقول قالوا ما يعرف ربنا قال لكن شافوا سحابه قالوا خلاص المطر جاتنا. قالوا نمشي نتلم تحت عشان شنو تصب علينا مطر والخير جاتنا. قالوا هذا عارض ممطرنا. قال جل وعلا من هو ما استعجلت به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء في أمره. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال جل وعلا في سورة الفجر وليالي العشر والشمس والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما خلق الله جل وعلا مثلها في البلاد لا في أجسادهم ولا في في اعمالهم من البيوت وغيرها. شكر من قال الحاقه ثم الحاقه وما ادراك ما الحاقه. كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح
صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم الباقية؟ فهل ترى لهم الباقية إلى أنت للمسلم العاتية والمعنية؟ ربنا قال لك أهلكم كيف؟ بالريح قالوا من أشد منا قوة؟ قالوا نحن ما في أقوى مننا ربنا أهلكم بشنا أخواننا بالهوى في ظل فيكم شاف هوى يا جماعة في ظل كذا واحد شاف هوى يفعل أنا شفت الهوى ما شفت هوى أنا شفت الهوى شفت آثار الهوى ما شفت الهوى الهوى ده ما يشف الهوى ده تحس بيه لكن لما اليوم قالوا يا أخواننا من أشد منا قوة الله جل وعلا أهلكم بأشياء لا ترى أصلا وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر هاي ما تشافت هوى ريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه واحد من شده ما قبل من الهوى ما لقى بالهوى ربنا كسر لقى زين نخله منتهي من الداخل فهل ترى لهم الباقية؟ هل ترى لهم الباقية يا اخوان الذي واعتبروا يا اولي الابصار يعني شايفين باقي هسه وين الابصار؟ الكلام الختام علينا نحن يا اخوان امة محمد هل ترى لهم الباقية؟ اي زول يا اخوانا لما الذل قال احنا ما نشد منا قوة ربنا هلكنا بالشريعة يا اخوانا بالريح قوم نوح ما كان في لا بحر لا نهر عندهم ابار كانوا بيشربوا منا ما اتوقع انكم ممكن يهلكوا في الماء ابدا نوح عليه السلام لما كان يسعى السفينه ربنا قال له واصنع الفلك باعيننا كان يسخر منه قال له يا روح انت السفينه دي بتصنعها ليش؟ دارت الا بحر ونظرت الثاني بحر انت صانع سفينه في مكان ما لا في بحر ما تعمل بها شنو سفينه؟ كان يسخر منه قال جل وعلا إن تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فستعلمون من يأتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقوا إني معكم رقيب بعد الحضارتين يا أخوان حضارة عاد وحضارة نوح عليه السلام انتهت وبعدها قامت حضارة ثمود في شمال الجزيرة العربية ما بين الشام والجزيرة العربية حضارة الناس الأخوان كان كما قال جل وعلا كانوا ينحتون من الجبال بيوتا خالدين وتحدوا ربنا صلى الله عليه وسلم النبي اسمه صالح قال له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا معناه شنو الكلام ده؟ قال له يا صالح شنو اعبد الله ما له من الله غيره؟ انت قال له اخذك عندك مستقبل معانا مستقبل طيب تطلع انسان ما شاء الله في هذه القريه تجي تقول انا اعبد الله ما له من الله غيره يا صالح انت لو حقيقه فعلا ربنا ارسلت اخرجينا من هذه الصخره ناقه تحدي قد علينا ناقه من الصخره صالح عليه السلام دعا ربه يخرج ناقة ترى عندهم ناقة ناقة مش ناقة فلا ناقة بيجي ناقة ناقة بيجي ناقة ترى ناقة بيجي ناقة مفروض يآمن الناقة يا أخوانا كانت كبيرة لما تجي تشرب من الآبار بتاعتها النياق بتاعتها والبهائم كانت تجري خوف منها قال يا صالح خلي اليوم هي تشرب يوم يشرب بهائمنا كان البهائم بقت تخاف والناقة يا اخوانا كانوا بيحلفوها البلد كله بتشرب منها ناقة كانت مباركة ربما قال فعقروها طبحوا الناقة دي باش كتبوها بالليل تسعة اشخاص تسعة رهضة يفسدون في الارض ولا يصلحون قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بعد ما عقر الناقة قال صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة ايام